مشاهدين ومستمعين، نحن الآن في نزهة وفي منطقة زبود وغرب زبود، والآن نحن على ظهر طور عطرة الذي يطل على عدسية ومناطق أخرى. الآن بدي أسمعكم تحفة شعرية وبمعنى وعنوانه هو القلوب. لو أن القلوب تهدى لأهديتك قلبي يا صاحبي، أروح منا قريبة مسعاي، والجديلة من شعر راسي نحوك تلاطفني، والغرور منك ليكن لا يهاجمني، ليكن صريح معي عن حبا مكتوبي، قد أننا لا نتجاوز بعض الأمور، بل نتجاوز عن فنون الحياة والسنين. لو أن القلوب تهدى لأهديتك أحلى قلبا على الوجود، فليكن لنا عشقا مطرزا بالعيون، فليكن لنا أياما حلوة لها النور، فليكن هناك ابتسامة لها الردود، فليكن هناك أصحابا بالجهاد هم حقوقي. لا علينا أيها الصاحب غدا رحيلي، لا علينا من الاشتياق لعيون الأمهات، فمن دعي الأيام بالبخل ويصفط بالمال، غدا يدخل ويسكن الجنة طولا وعرضا خالي. قد أنه يتمنى من أي أحد يأتي ليأكل من خيراتها، ولكن تبقى وقوفي، فمن دعي الأيام بالطيب وينفق الذهوب، غدا يدخل ويسكن الجنة أميالا ويرزق من الخيرات. فمن أراد بمقامه أن يكون طيبا بالمذاق، فليكن لسانه ينطق بالكلام الطيب الجوهري. فمن أراد بمقامه أن يكون طيبا بالمذاق، فليكن لسانه ينطق بالكلام الطيب الجوهري. يا صاحبي لا تلعن ولا تسب أحدا بدنياك أبدي، لعلك غدا تفوز فوزا عظيما عزيزي، ليكن لك جناحا ترقص به يجري كجري الماء في الوديان والشلالات. فمن أحب الطيب بنفس زكية مخلصة الوعود، أحب الله حبا عزيزا وشوقا طائري. ومن أحب البخل بنفس متكبرة متقطعة الوجود، لا أحبها الله حبا بالأهلك والهلاك. وهذا يا صاحبي من رأي قلبي وعيوني، ولك بالوداع ألف تحية وسلامي ورحماتي. لو أن القلوب تهدى بكل الحالات، لأهديتك قلبي بكل ما يملك يا صاحبي. كانون أول عام 2024 رمضان 2000، ألفت هذه القصيدة من قبل شاعر مناديل أبو رفيفة، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.